يعني هسه احنا لما نرجع للبنك دائما نقول مبادرات البنك، هو احنا نحكي على اي صناعي، يعني نحكي على الصناعي اللي يريد ناهله ونمكنه جديد، لو العفو على القطاع الخاص بصورة عامة، نعم، نحكي على القطاع الخاص صاحب رأس المال، هذول اثنينهم يحتاجون البنك المركزي؟ ايه اثنينهم يحتاجون، لانه المشكلة احنا من دا نتحدث مو عن مشاريع صغيرة متناهية الصغر او متوسطة، احنا دا نتحدث عن مشاريع كبيرة. يعني قبل كم يوم اجانا شكوى من احد اصحاب معامل الأدوية جديد، خطوط ومستورد خطوط إنتاجية ويريد يستورد خطوط إنتاجية جديدة، وعنده كان وعد أو موافقة من المصرف الصناعي على تمويله على أساس المبادرة زي. تأخر في تقديم الكشوفات اللي بالنوعية المكان اللي راح يستورده، لأنه أكو أكثر من منشأ تصنع زي. فالمبادرة توقفت وبالتالي توقف القرض. الآن كثير من الأخوة الصناعيين هو مقدم وحصل على موافقة أول، يتأخر في استيراد المعدات والمكائن، فتوقف من توقفت المبادرة معناته توقف القرض، قسم منهم القيمة القرض واصل للمصرف الصناعي، فبدأوا يخافون أنه بدأت تنحسب عليه فوائد نتيجة عدم استثمار المبلغ، فهو الآن يريد يوقف استثمار الفوائد المترتبة عليه لأنه تترتب مبالغ ضخمة. أحد المشاريع اللي نتحدث عنها مو مليون ومليونين دينار عراقي، لا، نتحدث عن قيمتها 20 مليار 40 مليار دينار عراقي، ربما تصل إلى أكثر من 100 مليار، لأنه مشاريع استراتيجية وهذه ريادية بالمناسبة. يعني عندما نتحدث عن صناعة الأدوية، صناعة ريادية، والسيد رئيس الوزراء جزء من برنامجه أنه خلال الثلاث سنوات نصل إلى على الأقل إلى 70%. نتحدث عن القطاع الخاص؟ طبعاً الاعتماد على القطاع الخاص، ماكو بعد قطاع حكومي. زين، بعد زين، فهذه مش المشاريع الريادية طبعا، ها مثلا مشروع البتروكيماويات ومشروع الصناعات الممكن ان يدخلون بصناعات نفطية، المصافي، ما مصافي، هذه ايضا من المشاريع الكبرى.